قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بمدينة الإسكندرية إن أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية، موضحا أن الدولة وضعت زيادة السكانية في تحدي مع الإرهاب لأنها تقلل فرص مصر في التقدم. أول نقطة، أنا قعدت سنتين تقريبا ما اتكلمش ابدا على موضوع الزياده السكانيه في اي خطاب من الخطابات بتاعتي، ولا اتكلم عليها ان هو تحدي. يعني احنا بنقول اكبر خطرين بيواجهوا مصر في تاريخها هو الارهاب والزياده السكانيه. حطينا الناس اللي بتحاول تقتلنا مع الزياده السكانيه كتحدي بيقلل فرص مصر في ان هي تطلع لقدام. وللمزيد من التحليل بنرحب معنا في الاستوديو بالكاتبه الصحفيه فتحيه الدخخني مديره الموقع الالكتروني للمصري اليوم. مساء الخير استاذه فتحيه. مساء الخير يا امين. استاذه فتحيه، الرئيس سوى بين الارهاب والزياده السكانيه اللي تعتبر ايضا يعني قنبله موقوته بتهدد مصر، فهل يمكن ان نجد حلول خارج الصندوق للقضاء على هذه الازمه، خاصه من الشباب اللي المره دي اتفتح له الباب لطرح ربما تساؤلاته واقتراحاته؟ يعني الزيادة السكانية في مصر ده تحدي بيواجه مصر منذ سنوات، ويمكن كل رؤساء مصر السابقين، يمكن الرئيس مبارك كان أكتر واحد بيتكلم في الموضوع ده، وكل فترة كان بيتكلم على تنظيم الأسرة، في دعوات كتيرة طلعت لتنظيم الأسرة وحتى تحديد النسل في وقت من الأوقات بسبب إنه زيادة السكانية، وكان في كثير من يعني الإعلانات والشعارات اللي بتخرج بتقول الزيادة السكانية هي القنبلة الموقوتة التي تهدد مصر، ده قبل تحدي الإرهاب يعني. فمن زمان إحنا عارفين إنه مصر الزيادة السكانية تشكل عبء على كاهل الحكومة المصرية وعلى كاهل الاقتصاد المصري. انت بتتكلمي عن حلول خارج الصندوق يا امينه، فشوف لو هنتكلم على حلول خارج الصندوق، انا مش هقول خارج الصندوق قوي، احنا ممكن نستفيد من تجارب دول تانية عندها زياده سكانيه يمكن اكتر من مصر، وعرفت تستغل العنصر البشري دي بدل ما يبقى عبء على الدوله يبقى عامل مورد من موارد الدوله. يعني طول درسنا في كل في المدارس من زمان انه من ضمن موارد الدوله هي الموارد البشريه، اذا احسننا تدريب هذا المورد البشري تعليمه فاكيد هيكون مش عامل مساعد لتقدم البلد بدل ما يكون عبء عليها. المشكله انه الزياده السكانيه الموجوده في مصر هي غير مؤهله، ما فيش تعليم جيد، ما فيش تدريب جيد، ما فيش تعليم فني يمكن في المهن اللي احنا محتاجينها، ما فيش تعليم فني، وده اللي قاله النهارده وزير التربيه والتعليم انه جوده التعليم الفني غير جيده، رغم انه 70% من اللي بيخلصوا الاعدادي بيلتحقوا بالتعليم الفني، لكن جوده هذا النوع من التعليم اللي الدوله محتاجاه اكتر مش جيده. كمان التعليم في الثانويه العامه ونظام التعليم بشكل عام التعليم الجامعي ليس على المستوى المطلوب. فاحنا لو احسننا استغلال تدريب هذا المورد البشري اللي احنا الرئيس اتكلم عليه ان هو تحدي، اعتقد ان التحدي ده مش مواجهته مش بتنظيم الاسره ولا بتحديد النسل زي ما كل السياسات السابقه او الحكومات السابقه كانت بتركز على الجزء ده فقط، لا مواجهته جنب التنظيم، محتاجين يبقى في تنظيم اسره اكيد، يعني مش محتاجين نخلف 12 عيل يعني، بس يكون في تدريب للموارد البشريه عشان ما تكونش عبء على الدوله، بدل ما نواجه ونشوف تجارب زي اليابان وتجارب زي الصين ازاي الموارد البشري ده بقى حاجه مفيده للدوله، وبدل ما يحصل لنا اللي حصل في اوروبا لما جم في فتره اعتبروا ان الزياده السكانيه دي تحدي كبير وقرروا انه يبقى في تحديد للنسل، ودلوقتي بيعانوا من الشيخوخه وبيستعينوا بالعماله الوافده من دول ثانيه. فاحنا في مصر بالعكس احنا عندنا مورد بشري، عندنا قوه فاعله من الشباب، وشفنا شباب مبشر وبيعمل افكار ومبادرات جيده جدا وظهروا منهم في مؤتمر الشباب وفي اماكن اخرى خارج على مستوى مصر كلها، فاحنا ندرب هذا المورد البشري لنحسن استغلاله ليكون احد اكبر الموارد لمصر بدل ما يكون عبء عليها.